برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار احتفالا بقلعة عراد بمناسبة اختيار مدينة المحرقة عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم العربي لعام 2018، حيث مثل جلالته حفظه الله بافتتاح الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد عبر سموه عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الهامة، مؤكدا أن اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة آيسيسكو مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم العربي يأتي اعترافا وتقديرا لتنوعها الثقافي الغني وتراثها وتاريخها العريق في منطقة الخليج العربي كمركز سياسي وثقافي وتجاري واقتصادي تشهد به آثارها المتعددة عبر العصور. وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأصحاب المعالي والسعادة ضيوف الحفل وزوار البلاد وبإطلاعهم على ثقافة وحضارة وتراث المدينة التي كانت في يوم من الأيام العاصمة الرسمية للبحرين. وأضاف سموه أن المدينة وبموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي للبحرين والتي تضم شارع اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومواقعها التراثية التاريخية قد أهلها بأن تتبوأ هذه المكانة العالمية، معبرا سموه عن الشكر والتقدير لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار ولمعالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيس الهيئة وفريقها العامل لتعزيز وإبراز حضارة وتراث البحرين العريق كوجهة سياحية إقليمية وعالمية. لؤلؤة الخليج أرض الثقافات ومهد الحضارات ينتصر الجمال وتتفوق الحياة، ومن صميم هذا الوطن العريق الأشم بزغت المحرق وتوجت تاريخها العميق بأن حظيت بلقب عاصمة الثقافة الإسلامية. ومع بداية عام جديد افتتحت الفعاليات في حفل بهيج تزين بالرعاية الملكية السامية بكلمات وبرامج منوعة أبرزها الجولة التاريخية في زوايا المحرق، إذ بين سطورها هنالك ما تشاء من المعاني. تحية اليوم برعاية سامية من جلالة الملك المفدى وتمثيل سمو الشيخ محمد بن مبارك هذا المساء حفل مع كل وزراء الثقافة من الدول العربية، وننتظرهم أيضا في احتفالية أخرى في 28 نوفمبر سيكون ترشين مشروع طريق اللؤلؤ برعاية سامية من جلالة الملك، وأيضا مؤتمر لوزراء الثقافة تستضيفه مملكة البحرين مؤتمر استثنائي دعت إليه المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم الأسيسكو. نحن اليوم نحتفل بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في هذه الخيمة التي تشهد كثير من الفعاليات والأنشطة على مدار العام. هي دعوة لكل مواطن بحريني لكي يزورنا سواء في خيمة عراد أو في متحف البحرين الوطني أو في الأنشطة المقامة بهذه المناسبة.
ضيوف وسياح من مختلف الدول جاءوا ليتعرفوا على أطلال مدينة لمع بريقها مجددا لما توليه المملكة لها من عناية واهتمام. يشترط في العاصمة أن تكون ذات عراقة تاريخية، وأن تكون أيضا لها إسهامات في مجال الثقافة والفنون والآداب والمعرفة الإنسانية، وأن تكون لديها معالم تاريخية وحضارية، وأن تقام فيها مهرجانات واحتفالات ومعارض للكتب وللفنون على اختلاف أنواعها. والمحرق تتميز أيضا من بين العواصم في العالم الإسلامي بهذه الخصائص، وهذا ما يميزها ويجعلها مؤهلة لأن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية. كانت العاصمة الأولى، ومثل ما قال جلالة الملك الله يحفظه، في كل المناسبات اللي نحظى بالتشرف بالسلام عليه، يعني مدينة المحرق هي أم المدن والمدرسة الوطنية، وإن شاء الله بإذن الله تتحقق آمالنا يعني، ونعيد بتضافر الجهود المحرق العزيز العتيقة فرجانها وكل ما تحمل من أرض. عندما نأتي بالمحرق كمدينة لديها الكثير من الأصالة والكثير من القدرة على تغيير هذه المفاهيم، نتطلع إلى عام مليء بالأحداث والقدرة على تغيير النمطية والصورة. الصورة التي شاهدناها اليوم في هذا المساء لوحده مفادها بسيط جدا، كان شعبنا وكانت ثقافتنا مليئة بالفرح والابتسام والغناء والموسيقى. مشاريع عدة على مدار العام تنتظر الضوء الأخضر لتشع في سماء البحرين برونقها المفعم بإهابها وبهائها. نعم، هي عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018، كيف لا، وهي مركز إشعاع حضاري وثقافي وفني تميزت منذ القدم بتراثها وإرثها المستمد من قيم الإسلام السمحاء وعروبتها الأصيلة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.